السيلوليت مشكلة تؤرق الكثير من الأشخاص، وفي الواقع 93% من النساء يعانين منها في وقت ما خلال حياتهن. ويظهر السيلوليت الجزء المصاب به من الجسم وكأنه متكتل، وعادة ما يظهر على الأرداف والفخذين ومنطقة البطن، كما يظهر في بعض الأحيان على الثديين والذراعين، ويمكن التصدي لها عبر عدة وسائل. وهناك العديد من الطرق التي تساعد على تحسين هذه الحالة. إليك ما الذي يجب عليك القيام به من أجل التخلص من السيلوليت. أولاً، الماء. يؤدي الجفاف إلى جعل السيلوليت يبدو أسوأ، لذا فإن شرب الكثير من الماء والبقاء رطباً هو مفتاح المعركة من أجل بشرة ناعمة. يساعد الحفاظ على الماء من خلال شربه وتناول الطعام الذي يحتوي على كمية كبيرة من الماء مثل الخيار والطماطم والفلفل والقرفص، على إبقاء بشرتك تبدو ممتلئة وأنسجتك ضامة قوية ونضرة، ما يمكن أن يقلل من ظهور السيلوليت. ثانياً، الشوفان. تنصح رائدة التجميل كيت شامبلانغ باعتماد نخالة شوفان كجزء من النظام الغذائي، وهذا لأنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين ويمتص ما يصل إلى 20 ضعف حجمه من الماء. واحتباس السوائل هو أحد العوامل التي تؤدي إلى ظهور السيلوليت، لذا فإن إضافة شوفان إلى النظام الغذائي كل يوم يمكن أن يساعدك من أجل التخلص من السيلوليت. ثالثاً، بذور الكتان. قال الدكتور ليونيل بيسون مؤلف كتاب علاج السيلوليت: النساء في بيرو لا يعانين من السيلوليت، وهو ما أعتقد أنه يرجع إلى حقيقة أنهن يتبعن نظاماً غذائياً غنياً بالإستروجين النباتي والذي يوازن مستويات هرمون الإستروجين. وتحتوي بذور الكتان على معدلات هرمونية تسمى لجنان، والتي تخفض مستويات هرمون الإستروجين الزائدة. رابعاً، الحصول على حمام ساخن وبارد. يقول الخبير جوريوس: يؤدي تناوب الماء الساخن والبارد إلى تضييق الأوعية الدموية وتمددها على التوالي، ما ينتج عنها تأثير ضخ قوي للأوعية الدموية، ويتفاعل الجلد نفسها بنفس الطريقة تقريباً. يمكنك البدء بالحرارة أو البرودة لمدة 30 ثانية إلى دقيقتين، ثم التبديل والتكرار 5 مرات. رابعاً، الامتناع عن السكر. في الواقع إن السكر هو السبب الأول للسيلوليت اليوم كما يقول الخبراء، ويمكن أن يقلل الإفراط في تناول السكريات من كمية الكولاجين في الجسم، ما قد يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة وترهل الجلد. خامساً، الرياضة. ينصح الخبراء بعمل تمرينات يومية لمدة 10 دقائق لمنطقة البطن والساقين. الخمول هو أكبر سبب للجلد المترهل. إذا كنت تقضي وقت أطول في الجلوس في أرجاء المنزل، فعليك الخروج على الأقل كل ساعة للمشي يومياً. وكلما زاد معدل ضربات قلبك، زادت السعرات الحرارية التي تحرقها، والمزيد من انكماش السيلوليت. سادساً، استخدم كريم سيلوليت. تعمل بعض كريمات سيلوليت إذا كانت تحتوي على المكونات الصحيحة على تحسين حالة الجلد، وقد أثبتت العديد من المستخلصات النباتية والمغذيات أنها تساعد في محاربة جوانب متعددة من السيلوليت، بما في ذلك خلاصة الكستناء الهندي ومستخلص الكركم ومستخلص الشاي الأخضر. ويمكن أن يساعد التدليك القوي أيضاً على تقليل مظهر السيلوليت.